مي، عندك، انا عارفه انك داخله رمضان. ايوه عارفه انك داخله رمضان مع حسين فهمي. لا ميسه عملت ملسه بخلاص طبعا. اتمنى ان اشتغل مع استاذ حسين. مين طبعا اللي شغال مع انت اللي شغاله مع استاذ انت انا عندي مسلسل. طب تبتدي يا ميسه تبتدي يا استاذ في مسلسل عوده البارون مع نجم كبير حسين فهمي، مش عارفين هو تقريبا هيبقى رمضان ان شاء الله. مسلسل جميل 15 حلقه سسبنس كده شويه. على فكره معظم الشغل خلاص بقى كتير منصات وكتير 15 حلقه، فده حلو قوي. مي انا عندي مسلسل السجل الاسود، بطولتي انا وخالد سليم ودينا ونجوم كتير قوي قوي بقى، عشان ما اقولش حد وحد تاني. لا اخرج استاذ جميل جميل للمغازي، مسلسل 30 حلقه ساسبنس، بعمل فيه شخصيه طيبه. ايه رايك كده طيبه؟ شخصيتي في البيت وخلاص يعني. قولي شخصيتي. وعندي فيلم التاروت معايا النجمه ران يوسف والنجمه سمية الخشاب، اخراج استاذ ابرام نشأت. وعندي فيلم كابتن جاك انا ومحمد ثروت واستاذ بيومي فؤاد واستاذ حجاج عبد العظيم ونجوم كتير جدا، عشان عارفه ان وقت هنطلع فاصل صح؟ اخراج استاذ شادي علي. وعندي فيلم اتنين في واحد ان شاء الله اخراج استاذ احمد يسري. انت حاسه انه يعني الدنيا ابتدت تفك معاك وتعملي ادوار مختلفه وتعملي حاجات صعبه جداً وحاجات سهله وحاجات، حاسه كده جدا حاسه في تحديات كتيره؟ الحمد لله الحمد لله. يمكن الفتره دي ممكن ساعات مخرجين بيشوفوكي في مكان واحد، يعني يشوفوني مثلا في ادوار العياطي اللي هي الصعبه الثقيله اللي فيها وده حلو جدا. فبتفضلي فتره يمكن بتبقي متشافه في جزء معين. دلوقتي انا مبسوطه ان انا بعمل ده وبعمل كوميدي وبعمل شخصيه فيها اكشن وعندي شخصيه فده حلو قوي التنوع. مبسوطه بان خلاص اتحطيت ان انا ممكن اتصنف ان انا اتحط في كذا شخصيه، مش قالب واحد بس لشخصيتي يعني شخصيه واحده. ومبسوطه ان الناس بقت شايفاني بشكل اعمق، بقى في نضج شويه الحمد لله، فده حاجه مفرحاني اكيد.